قال أبو علي غط الطشت، شيل الطشت من أمام أخوك يا أبو علي. قال الصاير أبو محمد، قال يا أخوي حسين شيل الطشت عني، والله علي يردن خواتي ودي عني، ويردان يشب عن شاف مني. دخل الزينب شافت الحسن مسجى على فراش الموت، ألقت بنفسها عليه طولا بطول، وأخاه وحسناه، شافت الدم على فمه على أثوابه، التفتت إلى الحسين، أبا عبد الله هذا دم من؟ هذه الدماء على أثواب الحسن دم من؟ الدم الذي على أثوابك دم من أبا عبد الله؟ التفتت وإذا ترى طشتا قد غطي بمنديل، رفعت المنديل فوجدت كبد الحسن قد تقطعت بالسموم. أويلي دخلت عليه وعاينت ليلوج وحده، عندها أخوه حسين دمع فوق خده، آمر خي يشيل طشت البيت شبده، شيل يا أخويا لا تشوف الهاشمية، شيل الطشيت خاف الوديعة تشوف جبدي، خافي تنوح من بجاه يزيد وجدي، هذي تراهم دللت والدي وجدي، ما اقدر اشوف دموعها بخدها جري. اوصيك خويا من بعد عني يكفلا، وبكل وقت يا نور عيني دايم لها، تبقى تراهي بالهضم من بعد أهلها، توقف على جثثكم براضي الغاضرين.